تحية لمن التحق بنا في متابعة رونديفو نوف لليوم اللي باش نحكيو فيه في هذا الجزء على السيادة الغذائية، الأمن الغذائي وأيضا المخزون المائي لتونس مع كل من حسين الرحيلي مختص في التنمية والموارد المائية. مرحبا سي حسين. مرحبا، تحية ليك ولكل الضيوف. مرحبا بك. أيضا فوزي الزياني خبير في الاستراتيجيات في السياسات الفلاحية، مرحبا بك. أهلا وسهلا، شكرا على الدعوة. شكرا على تلبية الدعوة. تقرير لأمنة صليتي وراجعين. تفاقمت أزمة المياه في تونس في السنوات الأخيرة، وباتت الأرقام المعلنة من السلطة الرسمية تدق ناقوس الخطر في حال استمرت سنوات الجفاف. لا يزال مخزون المياه غير كاف بالمقارنة مع حجم الاستهلاك اليومي وتهديدات العطش. وسبق وأن أعلن وزير الفلاحة عبد المنعم بالعاتي خلال يوم دراسي نظم بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني والعالمي لترشيد استهلاك الماء من كل سنة أننا لسنا واعين بأهمية المياه في ظل وضعية الشح المائي والتغييرات المناخية التي نعيشها. كما بيّن وزير الفلاحة أنه لمواجهة الحاجية المستقبلية للمياه وضمان تواصل الإمدادات، وضعت وزارة الفلاحة خطة عمل من أجل تعزيز البنية التحتية بأحداث سدود جديدة وتعرية أخرى، مبينا أنه توجد حاليا 4 سدود في طور الإنشاء. وسبق أن أصدرت وزارة الفلاحة قرارا يقضي بالحد من استعمال المياه الصالحة للشرب لأغراض زراعية وري المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة وغسيل السيارات واعتماد نظام الحصص لتوزيع المياه على السكان. ويبلغ عدد السدود في تونس 36 سد بطاقة استيعاب إجمالية تصل إلى 31%. وحسب أرقام وزارة الفلاحة فإن إيرادات السدود سجلت نقصاً ب1 مليار متر مكعب، كما تراجعت طاقة سد سيدي سالم أحد أكبر السدود التي تزود العاصمة ومدن الوطن القبلي بمياه الشرب من 85 مليون متر مكعب إلى 96.9 مليون متر مكعب. فأي سياسات استراتيجية قد تعتمدها وزارة الفلاحة لمواجهة الشح المائي في ظل التغيرات المناخية؟ نبدا معك فوزي الزياني. خلينا ننطلق من التفصيل والا من شغل العديد من الفلاحين في العديد من الجهات في تونس، وهو الحشره القرمزيه. نحب نعرفوا الحشره هذه شنو خطورتها، علاش انتشرت بالكلفيه هذه، وشنو ممكن الحل لايقاف يعني انتشارها. قبل كل شيء باش السادة المشاهدين يفهمون، الحشرة هذه موجودة في الأصل في المكسيك، لأن المكسيك الناس كل تعرف أنها بلاد الصبار وبلاد الهندي، وانتقلت للمغرب سنة 2014، والمغرب كمرحلة أولى فشلت في التعاطي مع الحشرة القرمزية، لكن احنا ما استفدناش من التجربة نتاع المغرب، عملنا تقريبا نفس السياسة نتاع المغرب. انتقلت لتونس وقتاش دارت 2014 في بدات في المغرب 15، ثم بداوا يعالجوا فيها بالطريقه مع منظمه الاغذيه والزراعه اللي فهو وعانوهم ماديا، ومشاو اشواط، وثم البحث العلمي خدم على روحه وشافوا الاصناف اللي هي يلزم بعد نكثروا منها باش نعاودوا نغرسوا، لانه برشا ناس تعيش سواء في المغرب ولا في تونس، يعني 600 الف هكتار تقريبا من التين الشوكي لا يستهان بها، تقريبا 12% من الاراضي الصالحه للزراعه في تونس، يعني فما مئات الالاف تقريبا يعيشوا بطريقه مباشره وغير مباشره من هذا. جاتنا لتونس وقتاش بصفه رسميه؟ جات في اكتوبر 2021 في المهدية في منطقة اسمها الشعرة. السلطة الجهوية آنذاك وحتى ظهر لي الوطنية لم تتفاعل مع الموضوع، ظهر لي لا مبالاة، ممكن الهندي في مخاخم ما يمثلش حاجة كبيرة في تونس. المهم حتى فما عندنا خبير دولي نذكر اسمه متسال السي نور الدين نصر، اللي هو أشرف على مقاومة الحشرة، مشروع مقاومة الحشرة القرمزية في المغرب من 17 ل 19 تونسي، أشرف عليها مع الفاو، ومعنا قدموا أشواط وثم خرج على السؤال. فقط التوضيح ما مشيش للجزائر، جاء تون من المغرب تعدل تونس. الوزارة تقول أنه عندنا عائلة في الشعرة عندهم أسهار من في المغرب، جابوا معاهم الظلف
يعني الهندي باش يغرسوه هذا الوزاره الفيرسيون تاع الوزاره. معناها واحد من جاي من المغرب جاي باش يغرس الهندي في الظلف الهندي، هذه خاطر فهم زاد مش من المغرب مسائل الامن القومي لازم نحلوها بشويه خاطر معناها ما تعدتش الجزائر ما تعدتش جات من المغرب. الوزاره تقول انه العائله هذه عندها اسهار يمشي ويجوا للمغرب وبالتالي جاب يقولوا لهم باش يجيبوا يزرعوا الظلف ورغم اللي يعرفوا اللي هو فيه مرض هذا نتاع العشره الترميزيه. يعرفوا ممكن يعرفوا مش ممكن اكيد يعرفوا من عام 19 موجود المرض هذا جابوا الظلف تاع الهندي اللي هو فيه العشره الترميزيه ضرهم في 2021 يجيبوا يزرعوا لنا ما هو لازم نحلوا فيه البحث. هذا الوزاره قالت الشيء هذا المهم احنا حصل عندنا انا ذاك المصالح سيرته الجهويه ما تعملوش حتى سينور دي نصر انتقل وقال هذا نقدم خبرتي معنا اكثر واحد يعني يعرف وعندنا برشا خبرات راهو في مجال التين الشوكي لكن سامحني قالوا له ما تساعدناش وامشي على روحك. وكان وقتها فما 1500 متر فقط من التين الشوكي اللي فيه الحشره يعني في ظرف نهارين ثلاثه في 10000 دينار اقصى تقدير كنا نقضيو عليه. لكن مع الأسف خلينا اللامبالاة هذه وعدم الحزم وعدم الكفاءة أحيانا خلات الشيء ينتشر وانتقل للساحل كامل وانتقل لصفاقس القروان وتوفق. أنت قلت فوزي أزياني أنه الحشرة هذه كانت جيت من 2000 تقريبا 2021 وأنه ممكن ما تمش التعامل معها بجدية لأنه تقول أنت في الهندي اللي هو ما عندوش ممكن حتى أهمية. اي هذا اللي صار على خاطر احنا ما نعرفوا معنا الجانب الاجتماعي من التين الشوكي راهو كنساء اللي تخدم في الصيف واللي تجمع في الهندي وتبيعه على قارعه الطريق وتعيش في عائلات وتبعد فيهم من الانحراف ومن الحاجه راهو شيء كبير في تونس. انت القصرين برك فيها 100 الف هكتار يعني خوف الكل تو على مشارف القصرين وهذا معنا حذرنا منه معنا عندنا انا على الاقل نتكلم على الموضوع هذا عندي تقريبا حوالي عامي ولا واحد يسمعك على خاطر وعندنا كفاءات في تونس وحتى على مستوى آخر فكرة أنه هذه الحشرة اللي لزمنا نجيبوها ما يسمى بالدعسوقة هذه راهو عندنا في تونس حاجات شبيهة لها ما أخذيناش لابان كما يقولوا باش حتى نحاولوا كيفاش عندنا خبراء في علم الحشرات ما شاء الله معنا دوليين ما استنجدناش بهم وأنا أعتقد أنه مازال الأمر معناها مازلنا ما استنجدناش بكل الكفاءات لانه علاش انا النظره لي للموضوع هذا انا نعتبره قضيه وطنيه قضيه مصلحه عامه كل شخص مسؤول الدوله مسؤوله الجهات مسؤوله الناس الكل يلزم بعضنا تكون استراتيجيه باش نحاولوا على الاقل نقصوا الماكسيموم لانه هذا في حياه الناس الاجتماعيه البيئيه قاعدين نداويو بطرق هوني نحب نسالك على المخاطر نتاعها شنو المخاطر نتاعها وممكن هل تمس نباتات اخرى. هي هذه الحاجه نقول الايجابيه ما بين قوسين احنا يوم الاحد الفارط عملنا سجلنا فيديو يظل الناس كل شافته في تونس انه سينور الدين نصر معناها ياكل في الحشره القرمزيه. علاش؟ لانه قينا كي خرجنا للتيران قينا الناس عندها افكار خاطئه يعني هي تقتل الحيوان تنتقل افكار خاطئه تماما. فقلنا لهم فوالا هذه اللي تستعملوا فيها وتجيكم تلقاوها كاللون هذاك في الياغورت وفي حاجه تكلاها الفيديو موجود شافوه اكثر من مليون في تونس وخارج تونس. وثم اعطانا نصايح انه هو هذا راهو الهندي هذا التين الشوكي راهو نجموا نحيوه ونجموا نعلفوه يعني للاغنام وعلف غني برشا يعني زوز كيلو زوز كيلو ونصف تقريبا ما يعادل كيلو شعير ما نلوحوهش حتى بالحشره هذيك وفي اقصى الحالات نردموه فوسيات باش يكون مخزون نتاع ماء لانه الطرنات الهندي هي 1 متر كيوب دو. فمعنا حاولنا كل واحد وهذا مجتمع مدني لا نخلصوا عليه لا حد شيء معناها ناس حبت تتطوع حبت تقدم خدمة وإحنا موجودين في التواصل الاجتماعي والناس تبعوا هو بالخصوص في هذا الميدان. ومعناه الخوف كل الخوف الآن أنه توصل للقصرين وتوصل للقفصة. علاش؟ على خاطر راهو فما في الصيف الناس تعلف اكسكلوزيفمون الهندي ظلف للحيوانات هذه برشا ناس ما تعرفهاش. راهو عندك القروان وسيدي بوزيد وقفصه والقصرين راهم في الصيف وقت الدنيا تسخن على خاطر هذاك فيه الماء راهو هذاك يعلفوه. معناها انا شنو مصيرهم العباد هذاك اذا كانت تجي من الحشره؟ وحتى كانك تلاحظوا حتى مصالح معناها وزاره الفلاحه كي نحبوا تو نقراوا نعملوا قراءه بسيطه يعني شنو الفضاءات اللي خصوا هذه الومضات التحسيسيه الى غير ذلك تحس فما يعني ما فماش مواكبه. صحيح يركزوا على الماء حاليا لكن باهي هي تعطينا الحلول زاد الماء مش الفايده. لكن عبر الحشره القرمزيه كاننا خليناها دوكوتي لعل تو توفى لعل كذا يشفي زي معناها اذا كان حال لمدنا الخبراء تاع تونس برك تاع تونس برك قادرين باش في هذاك الوقت في هذاك الوقت من اكتوبر 2021 كنا ما تخرجش من المهدي. واعي ما اقول في هذا الموضوع. حسين الرحيلي باش نحكيو على الامن الغذائي والسياده الغذائيه، لكن هات نحدوا هالمفاهيم هذه وشنو هو الفرق بيناتهم وشنو كيفاش نجموا نعرفوهم؟ شكرا. الامن الغذائي والسياده الغذائيه ما عندهمش نفس المفهوم.
الأمن الغذائي هذا مفهوم وقع إعلان رسميا من طرف منظمة المتحدة 1996 إبان مؤتمر القمة الغذائي، ويحدد بالضبط أنه تمتيع الناس في جميع الأوقات بإمكانية الحصول على الغذاء بطريقة كافية سليمة ومغذية. معناها هذايا الأمن الغذائي إيش معناه؟ وكذلك المفهوم هذا اللي تحدد يأكد يقول أنه راو أربع أبعاد نجموا يخلونا نوفروا أو ما يسمى نحقوا الأمن الغذائي. أولا التوفر المادي للغذاء يجب يكون موجود، القدرة على الحصول إليه، لأنه أنت كتوفر لي مواد وأنا ما عنديش فلوس ما نجمش نوصل لها، يلزم عندي القدرة الاقتصادية أنا باش معناها نشتريه. والاستفادة يلزم أنا كتوفر لي غذاء كناكل نكون متغذي ونحافظ على صحتي. وأهم شرط هو الرابع، هو التوازن بين الأبعاد الثلاث، أي أنه إذا ديما موجود غذاء ثم فلوس باش نشروه، والغذاء الموجود هذاك معناه عنده الفائدة الصحية والعياتية. السيادة الغذائية مفهوم طبعا ما بالنسبة للمنظمة المتحدة ما تطرحوش، لأن مفهوم السيادة الغذائية هو مفهوم مرتبط بالسيادة الوطنية، معناه أن الدول اللي تحب تتخلص من التبعية وفك الارتباط مع القوى الاستعمارية والإمبريالية اللي مهيمنة على الإنتاج الفلاحي، تقول أنه نورمال ما بإمكانياتنا المائية بتربتنا بما عنا من إمكانيات نحاول نحد أولوياتنا، خاصة في المسائل الأساسية الحياتية اللي هي الحبوب، اللي هي الأعلاف، اللي هي اللحوم البيضاء، اللحوم الحمراء. وكل دولة معناها وصلت باش تحقق هالثلاثة أربعة مجالات تحقق فيهم اكتفاء، كل ما تخلصت من التبعية وبالتالي ما عادتش تحت إملاءات القوى المهيمنة. وبالتالي الأمن الغذائي تنجم الغذاء يكون متوفر، ما عندكش فلوس كأنه مش موجود. وذاك علاش اليوم احنا كطرحنا قضايا السيادة الغذائية طرحناها في التوازي مع الماء، والشعار السيادة الغذائية في ظل شح الماء يوليش عنده معنى. يعني اليوم انت ما عندكش ماء، هذاك علاش اليوم مسألة السيادة الغذائية والغذاء والمواد الأساسية وأولويات الإنتاج. يا أخي أنا اليوم مطالب نوفر الفريز وإلا القمح، أنا اليوم مطالب باش نوفر العلفة للحيوانات باش منظومات كاملة أنا ننقذها، لأنه كي نستثمر في الأعلاف إيش نستثمر في اللحوم البيضاء، منظومة الألبان يعني اللحوم الحمراء الكل معناها منظومات كاملة. وهذاك علاش اليوم نقوله اليوم أنا الأوان باش نفتحوا حوار جدي تحديد أولوياتنا. هدرمانة كبيرة برشا اليوم، نحن راو عنا بصمة مائية نصدروا فيها كبيرة. البصمة المائية شنية هي؟ هم كميات المياه العذبة اللي نستعملوها باش ننجو مادة معينة. اليوم ننتج برتقانة نعطيها 8 إطرات نصرف عليها ونصدرها لبرا، كعبة مالتي شنو المردودية الاقتصادية ريال مو ضعيفة ياسر. وانا نعطيكم 2022 صدرنا ب 28 مليون دينار برتقان مالتي، 28 مليون دينار ما يعملوش اشتر قنطرة في الأفني. وبالتالي لكن قديش نخسروا من ماء على البرتقان؟ برشا 320 مليون في القناة المجر دا كابون. هذاك علاش اليوم كي نقولوا راه تحقيق السيادة الغذائية ورفع كلمة السيادة راه مش عيب الناس تتهك، لا لا اليوم ضروري أن الدول في إطار الحروب المتعدة وإعادة هيكلة النظام الإقليمي والدولي لتحقيق اكتفاء الذاتي خاصة من المنتجات الحيوية الأساسية. اليوم إحنا الحرب الأوكرانية الإيرانية الأوكرانية كسكينة برشا، وكانت تأثيراتها كبيرة على ميزانية الدولة، على ميزانية الدفعات، على تأخر معناها نشدوا الصف على الخبز. لو كنا إحنا استثمرنا، لأني نعطيكم أنا طن من القمح يلزموا 2500 متر فقط، لكن طن من الدقر اللي نصدره 5000 متر. معنى ذلك بزوز بطن واحد من الدقلة نجم نعمل زوز أطنان من الشعير ونجم ننتج زوز أطنان من القمح. أنا هو الأولوية. لكن المناطق اللي ننجو فيها في الدقلة غير قابلة، معناها أنك تزرع فيها القمح. أنا قلت الماء، شوف في الفلاحة عندما نعيد النظر للخارطة نتاع الفلاحة، مثال مناطق الجنوب كانت معروفة بالشعير، مناطق الوسط والجنوب هي معروفة بالشعير. علاش؟ لأنه الشعير نبات يتحمل السخانة، يتحمل ملوحة الماء ويطيب فيسع، باعتبار أنه آخر أفريل بداية ما نجم، وكان مستعمل العلف. علاش؟ لأنه ما عندوش ليزون دي باتيراج. شفت الطبيعة كانت منظمة، وبالتالي أعطتنا إمكانيات. نحن تعسفنا على الطبيعة، نحبوا نغرسوا الدلاع في الجنوب ونعملوا له برنامج ونشعروا به، رغم أنه الدلاع آفة للماء ونحن نحبوا نغرسوه في الجنوب، نحبوا نغرسوا الفراز وين يجي والبطيخ وين يجي ونغرسوا كل شيء وفي أي بلاصة. ولكن الناس اللي فهمت هي عملت خارطة للإنتاج الفلاحي فيها ثلاث معادلات: التربة، نوعية المناخ،
وكمية الماء المتوفر. وهذا اللي هزنا فوزي زياني باش نحكيه على مجال اختصاصك وهو السياسات الفلاحية. السياسات الفلاحية في تونس هل هي سياسات طوارئ أم سياسات استشرافية؟ لأنه إذا كان نحكيه على تحقيق سيادة أو أمن غذائي أو سيادة وطنية في الأمن الغذائي هذا يتطلب أيضا سياسات على المدى الطويل مش على المدى القصير. بالضبط، ونفاجئك كي نقول لك أنا نحضر في الإعلام منذ سنة 2012، عندي 12 سنة، ودائما كنت نقول جملة وقلت ما تسالش الوزراء المتعاقبين اللي جاو يجيو ما تسالش يعملوا معانا ديبا ويقولوا لنا. أنا قلت عمري لا شفت في تونس سياسة فلاحية في تونس، ما شفتش سياسة فلاحية. يخرج وزير نورمالمون يقول اش مش نعمل هاي استراتيجياتي نحقق هذه ما نحققش هذه. الحقيقة كان معناها معناها كما قلت أنت سياسة طوارئ، يجي كل واحد معناها يعمل هكاك الحاجات اللي يلقاها مع الإدارات نتاعو، عادة تحكم فيه هي وتمشي الأمور. أنا نقول يلزمنا هالإصلاح الزراعي الشامل هذا، ويعني وكتبت أرتيكل في 20 أوت 2016 سميته معناها لي دي كوموندمون، معناها بالعربي الوصايا العشر والحاجة هكاك. وقلت هاي حاجات هذه نجموا نخدموا عليها. قداش عندها 8 سنين، أنا نشوف وأنا فلاح أو في الأصل زاد كذلك، يعني نشوف ما فماش حاجات تحسنت. خليني نقول باش نعملوا هالإصلاح الشامل هذايا وعندنا وأنا معناها عندي ثقة أنه ممكن نعمله، مش نحلم، تونس قادرين باش نحققوا جزء كبير من الاكتفاء إن لم يكن لكم إذا كان نعملوا سياسة ناجعة وناجحة. خليني نحكي لك على 4 حاجات نعتبرهم مهمين. أولا الماء، هذا كما فيش نقاش، الماء ما عندكش ماء ما تحكي حد شيء، وقادرين باش نصلحوا منظومة الماء. 2، ديما نحكيوا على مسالك التوزيع، كانت تشوفوا دائما مسالك التوزيع والوسطة ما زالت هي نفسها. عندك سرة فلوس، نهار تشري الدقلة نهار تشري العلوش وتجم معنا تأثر في السوق سنة. هذا يزمو يتنظم، واللي يحب يخدم كوسيط ولا غيره يزمو يخلص الأداءات للدولة ونعرفوه، ما يخدمش هكاك من بعيد لبعيد. 3 حاجة، احنا عندنا الفلاحة في تونس غير منظمين، يزم يكونوا منظمين في هياكل مهنية في تونس. من بعد الثورة ما استطعناش نهار في البرلمان نعديه قانون ينظم هالفلاحة ونحثوهم على التنظم، لأنه العالم الفلاحين في الشامل اتحاد الفلاحين مش يلعب المنظمات تقريبا فاشلة بكل، وأنا كنت فيهم هذه المنظمات الكل، وأنا نقول لك نعرف من الداخل فشل تام وذريع، والمصلحة الذاتية تغلب على كل شيء. هذا نقوله، واللي عنده عكس هذا يتفضل، يعرفوني ونعرفهم. يقولوا في منظمات الكل محاله، هو ما حتى في بعضهم منظمات الكل فاشله الان. لا بروف انا ما عندها ما تعمل، كيف تشوف اخر بيان شفته يقول لك عندنا مشاكل على خاطر ما عيطولناش. هذا كلام هذايا معناه سامحني، مع المصلحه الذاتيه لازمنا نترفعوا تمشي تخدم في المجال النقابي الفلاحي ولا غيره بدون تغلب مصلحتك. انت عندك الحق تدافع على مصلحتك، لكن دافع على مصلحه الاخرين. ورابع حاجه معناها هامه جدا، احنا عندنا 2 تحديات في تونس. تحدي الامن لازمنا نوفره، وراه حتى على مستوى الحبوب قادرين باش نوفروا الحبوب للتوانسه الكل لكل حاجياتنا، من القمح اللين من القمح الصلب ومن الشعير. لكن عندنا تحدي ثاني وهو التصدير. وانت تونس المواد الفلاحيه المنتوجات اذا ما تصدرش مش تعمل بها، سامحني، مش تخليها لهنا، ما تجيش تستهلكها الكل. ورقم اخيرا يداولوه وهو الميزان التجاري اللي سجل انخفاض، سي غراس على زيت الزيتون زاد، راه مش على خاطر الكميه زادت، اما الاسعار ارتفعت ما ننساوش هذا. وهذا فيه مجال كبير باش نثمنوه اكثر فاكثر، ان شاء الله مازال مساحه باش الواحد يتكلم. راهو يعني عندنا هياكل متعدده في كل وزاره تعنى بما يسمى بالدبلوماسيه الاقتصاديه كل واحد وحده. واكتشفنا وفي بعض الرحلات للخارج يقولوا لنا يجونا التوانسه مرات من وزارات مختلفه ما على بالهمش اللي هما جاوا، كل واحد مشى يقى الوزاره الاخرى. خاطر لا فما لا تواصل. ونحيي في النقطه هذا سي حسين مع معلومه الاسبوع الفارط، وزاره الخارجيه عملت عمل يعمل كيف دبلوماسية اقتصادية حقيقة، هزت دبلوماسيين تقريبا 40 ومشيت عملت بهم رحلة في الشمال الغربي متعددة الأبعاد سياحية وتجارية لغير ذلك. هذا ما شفناهش في تونس حتى مرة تقريبا. دونك أنا كيتعدى عندي المعلومة نحب نحييهم، لأنه هذا هو العمل الحقيقي والميداني. باش نرجع ونحكيه على الدبلوماسية الاقتصادية، حكيت على عامل مهم أو عنصر مهم لتحقيق جملة الأهداف اللي حكيتها واللي هما الفلاح والفلاحين.
حسين الرحيلي 85% من الناشطين في القطاع الفلاحي هم من صغار الفلاحين. الفئة هذه اللي هي نجم نقوله فئة هشة خاصة في أمام الأزمات المناخية وإلا أيضا حتى الاقتصادية. شنو عملنا لهم؟ شنو وفرنا لهم الفئة هذه؟ هما وضع الفلاحة وكي نرجعوا له نرجعوا له أواخر تجربة التعاضد وتأثيراتها وتداعياتها ثم بداية الانفتاح وقوانين معناها أفريل 72 و74 لأن هناك خيارات نرجعوا معناها 3 سنين 5 سنين 10 سنين معناها في إطار تصورات وخيارات. اليوم تدمير القطاع الفلاحي بدأ عام 72 لأنه كانت الخيارات أن نكونوا مفتوحين للرأسمال الأجنبي باش نجيبوا معناها نتحولوا إلى اقتصاد مناول لصالح الشركات الأجنبية ولكن في قطاعات هشة ذات قيمة مضافة ضعيفة ولكن مستهلكة ومستنزفة للماء وملوثة ومستهلكة للطاقة ويد عاملة رخيصة. وجبنا النسيج وجبنا معناتها الصناعات التحويلية وجبنا كل هال في المقابل أغفلنا القطاع الفلاحي واعتبرناه قطاع ثانوي إلى درجة كان ناخذه أحنا في 74-75 القطاع الفلاحي كان يمثل 22% من الناتج المحلي الخام 28% من اليد العاملة. ماذا يمثل اليوم القطاع الفلاحي؟ معناها يمثل 8% من البي بي رغم نحن كنا مطمور روما. نحن عندنا 5.3 مليون هكتار أراضي فلاحية. تعرف شو معناها أراضينا الفلاحية؟ أكثر من مصر اللي هي 1,000,000 كيلومتر مربع. معنى ذلك اليوم التخريب الممنهج وكل الحكومات الحكومة اللي جيت وسيختها على القطاع الفلاحي جينا عملنا عملية النزوح الفلاح كذلك 85% يملكوا أقل من 3 هكتارات. معناها التفتيت العقاري اللي مربوط بجملة من العوامل منها الإرث منها عديد اشترى هكتار وهكتار ما عادش ينجم يفارع. اذا كان ما ثماش قروض ميسر اذا كان ما ثماش مش محمي الفلاح ولا الفلاح الصغير رهين للوبيات الكبار. ونحن تحولنا من الفلاح للمستثمر الفلاحي وللمستثمر الفلاحي منذ 1995 تاريخ امضائنا الاتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي اصبح هو اللي ذي الحظوه اللي السيد اللي عنده فلوس يجينا من برا نعطوه الابار العميقه ورخص بسهوله نعطوه مئات الهكتارات ارض الدوله بالدينار الرمزي ونقول له تفضل. شنو اللي صار؟ تفقير الفلاحين الصغار كلها. وهنا جت الهجرة ما يسمى بالهجرة المضادة لأنه نحن عندنا موجة هجرات 72-74 ومن 95 حتى 2000 موجة الهجرة الثلاثية الأخرى اللي الفلاح الصغار الكل سيبوا وما رجعوش. اليوم قطاع فلاحي هما سيبوا وما رجعوش كما قلت أنت لأنه العديد من الصعوبات اللي هما ما همش قادرين مجابهتها وأيضا ما فماش تشجيعات للفلاحين الصغار. قلنا غياب سي فوزي قال لك غياب سياسة فلاحية معناها اليوم أعطيني 3 سنوات هذه إيش باش نعمل لأنه في تونس اللي جي يحكي لك على المحاور الكل ومن حقه حد شيء. أنا نقول للسياسيين نحن نأمل في تحديد 3 محاور نخدمهم فقط. نقول 3 سنين جاية إعادة هيكلة المسألة العقارية للفلاحة التونسية الكل. 2 مساعدة الفلاحة وخلق قانون معناه تسهيلات للقروض بدون فائض لأنه في العالم الكل فلاح الصغار يأخذ قروض بدون فائض لأنه ديجا من شكون وفرنا الأكل في الكورونا؟ الفلاح. مش المستثمر. المستثمر خاف وهرب. أما الفلاح الصغير اللي يحب الأرض ويغرس فيها حتى ولو تجي جفاف لأنه هو مربوط بالأرض. وبالتالي نحن الناس هذوك اللي يحبوا الأرض نحن هما اللي ضحينا بهم من أجل 4 أو 5 شركات متعددة الجنسيات يضخونا في أموالنا ويلوثونا في الأرض. وذاك علاش اليوم أنا الأوان باش نقولوا وفي الشح المائي اللي نعيشوه نقول أنا الأوان باش نوقفوا ونقولوا إيجا خنشوفوا راهو القطاع صمام الأمان راهو القطاع الفلاحي. ولعل اليوم ونشوفوا في فرنسا الحاجة المقدسة والذي لا يمكن لأي رئيس دولة بل رؤساء الدول يقاسون بعدد الساعات اللي قضوها في معرض الفلاح. آخر واحد سي ماكرون سنا عمل أن ريكور تقريب 38 ساعة ألا فيل في معرض الفلاحة. علاش؟ لأن هذيك خلت فرنسا دولة قوية دولة في الميزان الفلاحي معناها تنجم تلعب إقليميا ودوليا دورها. نحن اليوم ما عندناش الرؤية والملف ما تحلش. جتنا أزمة هيكلية في الماء ما أعلناش أنه عندنا أزمة. راهو اليوم يلزم نعمل منظومات الانتاج تقريبا منظومات الانتاج كل تدمرت. نحكوا على اللحم علاش غالي سي نورمال عندنا 3 قطاع تشوف اضاحي العيد توا ولات محل سخريه وتندر متوازن سي نورمال. نحكيو على الاضاحي توا على وش العيد بزوز ملين يحكيو والله وبودي نسالكم معناتها هل واقعي ولا فما شويه تهويل معناتها ناخذوا سعر اللحم في رمضان وصل 52 دينار 52 صافي كي تاخذ علوش ب 40 كيلو قداش؟ تلقى 800-900 ألف هذايا شبه قريب يضحي. الكبش ولا باركوس
تلقاه بمليون ومئتين، معناها تمشي تشري معناها كهرباء بشيء هكا خير من ما تشري على اللوش، على الأقل كهرباء بشيء تنجم تخدمك. بعد الفاصل باش نرجع ونحكيو على السيادة الغذائية والأمل الغذائي وأيضا على القطاعات الحيوية والاستراتيجية، ونعرفوا العديد من القطاعات اللي شهدت يعني صعوبات كبيرة كما قطاع اللحوم أو قطاع الألبان وغيرها من القطاعات الأخرى في الفلاحة. هذا بعد الفاصل.